تلمت دروكار المحفر راه كله محفر مطروز، كيقولوا له البروكار المطروز المحفر كله مطروز، النوع الممتاز التضخيم. راكم عارفين السلعه ديالي، الناس اللي داين مني البروكار ومعاودين راه شايفين البروكار اللي عندي ما شاء الله تشكيله رائعه كله مطروز. هذا كيقولوا له البروكار المطروز المحفر كله محفر ومطروز رائع كله مطروز ما شاء الله الذوق الرفيع. البروكار النوع الممتاز، تشكيله رائعه في هذا الفيديو وحده كتنسيك في الاخرى. الناس اللي كيعشقوا البروكار غادي نعطيكم القياسات، شوف ما شاء الله كله مطروز كله مطروز كله محفر ومطروز. كاينين بالنسبه 15 متر 15 متر 5 متر 10 متر 14 الخديه ديال 70 اللي في القنت قياس ستاندر، وربعة المخاد كبار نتاع 90 ما شاء الله روعة، كيجيو في التفريشة رائعين. واللي بغى يزيدهم الحوف ديك الشيء يعني يمكن لكم تبدعوا وتزيدوا المينيات وتزيدوا الديكورات، يمكن لكم تزيدوا الديكورات في المبرة سامبل، ويمكن لكم ما شاء الله تبدعوا يمكن لكم ديروا حتى مبرة سامبل لكم كامل النظر. بالنسبة وهذا القياس اللي كنجيب أنا راه كيتمشى مع جميع أنواع الصالونات، 15 متر و 18 خدية قياس ستاندر، كيجي للصالونات الكبار والصغار كيتمشى لنا بزاف هذا القياس، كل شيء كيطلب لي هذا القياس. قلنا 15 متر 18 خدية 14 خدية ديال 70 و 4 ديال 90 كبار ديال 90، هادو الثمن ديالهم 2400 درهم. اللي بغاهم مرحبا فيهم، البلون كاسي ولو بوردو وكاين اورانج بارد ولو بوغ الكرونه الموطارد، المهم لوينات والبيستاش لوينات رائعه. طلمت مبره كيقولوا لها المبره ديال تركيا، فيها واحد الجماليه رائعه محفره، كاين فيهم جوج الوان، كاين يعني الكرونه وواحد اللون زوين فيهم واحد الباج بحال لي كري هادو، وكاين لون اخر هو ما نتوما غتشوفوه دابا، ممكن جوج لونان في قياس واحد 5 متر و10 متر و18 خد، يعني المجموع 15 متر 18 خديه جوج الوان، تشكيله رائعه شو ما شاء الله المبره ديالها زوينه كتعطي واحد البريو غزال، كيجيو في التفريشه رائعين هادو، هادو راه في التفريشه ديالهم كيجيو حسن من المبره المحفره ديك القديم الحره يعني القديمه، كيقولوا لهم هذه المبرة ديال تركيا. قلنا 5 متر و10 متر المجموع 15 متر و18 خدية جوج الوان فيهم، كاين هذا اللون وكاين اللون الثاني، هادو فيهم لو بوردو والباج مغلوق، وكاين هذا اللون هذا فيهم الكري بحال لي كري والمارون، شي ديك الزواقات راه كيبان لكم بحال كحل، ماشي كري ماشي مارون، ماشي كري مغلوق ماشي مارون، اللون ديالهم غزال بحال قهوي وبحال كحل وبحال كري، اللون ديالهم يعني انا اللي حدي الان ما عرفتش اللون ديالهم كي داير مباشره رائع، يعني فيهم الكري يعني هانتوما جوج لوان اختاروا اللي بغيتو نفس القياس 5 متر و10 متر 15 متر 18 خديه في كل دار. هادو الثمن ديالهم 2200 درهم 44000 ريال.
اللي بغا شي طلانط مرحبا. هادو الطلانط مستعملين في حالة جيدة، شو ما شاء الله فيهم ألوان رائعة. هذا بحال الدان، باتش ودان، راه عارفين هاد التوب هذا ما شاء الله مليح، معروف التوب ديال الدان. بالنسبة هادي تشكيلة ديال الطلانط، ثلاثة ديال الطلانط، حدا كتلبس جوج متر و ثلاثة متر وشي حاجة، شي 20 سنتيم هكاك، وحده كتلبس، كنعطيكم غير قياس السدارين حيت فيهم لاستيك، حده كتلبس السدارين تاع 2 متر، وحده كتلبس السداري د 190، يعني على الى تنظن الى لبستوه مزيان راه غادي تلبس لكم السداري 2 متر ثلاثه. ومعاهم 10 د الخديات و4 د المساند مدورين. بالنسبه للمساند انا غنوريهم لكم، انتم غتشوفوا المساند، المساند راهما طالقين هما ليهم، ها نتوما ما مخيطينش، راه يمكن لكم تديوهم الخياط ولا تجمعوهم غير هكا، تشريو ديك البروشات، راه البروشات خاص وغادي تركبوهم، انا هكا عطاوهم هما ليهم كيبيعوهم. ثوبهم غزال، فيهم الوان رائعه، انتما كتشوفوا فيهم اللوينات مزيونين، اللي بغى يبدل، والأثمن والثمن جد مناسب، اللي بغاهم هادو الثمن ديالهم 750 درهم، 15 ألف ريال. هادو جوج خوامي، 2.5 متر على 2.5 متر، الشبكة دو بياس، حاجة مليحة جديد. أخوات لي موصيني على المستعمل، خوامي مستعملين، راه ما كنلقاش، كنلقى غير ديك شي حالته لحاله، كيكون هذاك اضطريت نجيبكم الجديد اللي عاد مخيط. وانا ما التشكيلات رائعه ما شاء الله، الشبكه ديالهم روعه، هاد التشكيله ديال يعني الخوامي ما شاء الله فنين. هادو كاينين جوج من هادو، اللون ديالهم بيض بلون كاسي بيض، الشبكه الفوقيه والشبكه التحتيه، كيجيو ما شاء الله. يا سلام، هانتوما الشبكه الفوقيه شو كي دايره وثقيقه، واخا مثلا هما شبكه كتحسي بهم ثقالين في يدك، ما شاء الله كي دايرين. جين كيجيو حلوه ما شاء الله في الشريج، ما تشوف كي دايرين، كيجيو كيحمقوا. تبارك الله، هادو موصيني بزاف الناس على هاد التشكيلات، هادو راه يجيو مع ديك البروكار، اللي بغات تاخد البروكار وتاخدهم، راه البروكار اللي فيهم البيض راه ها هما البروكار، انا درت لكم غير مخده في الكرونه، موراهم جاو كيحمقوا بحال جايين اسورتي معاها. جوج خوامي هادو الثمن ديالهم، كل خاميه يعني ماشي بجوج بيهم، الثمن ديال كل وحده دائما تشكيلات البروكار المطروز المحفر، شو ما شاء الله البروكار كي داير مطروز محفر، في واحد الجماليه رائعه. الناس اللي موصيني على المخاد ديال 90، هادو كما العاده 5 متر و10 متر، 15 متر، 14 خدية نتاع 70، وربعة المخاد كبار نتاع 90. شو الخاد ديال 70، شو ما شاء الله البروكار المطروز كله غزال ما شاء الله، البيستاش الفيولي كلير والموف فونسي مغلوق في الزرق، اظن هذاك موف مغلوق. المهم اللوينات رائعه، الناس كي اللي كيعشقوا البيستاش، اللي عندها شي زربيه بيستاش، اللي كاين كي الناس كيبغيو يشكلوا تشكيله رائعه كله محفر.
هادو الثمن ديالهم 2200 درهم، 44000 ريال. طلمت مستعملين في حالة جيدة، فوطة محفرة، هادي كيقولوا لها الفوطة المحفرة. شوفوا ما شاء الله اللوينات، لوينات ما شاء الله كيحمقوا، هادي كيقولوا لها المبرة الفوطة المحفرة. ها انتم لاحظوا راه دايره بحال المبرة المحفرة، الفوطة المحفرة. شو اللوينات اللي فيهم كيحمقوا الناس اللي كيبغيو يبدلوا، كيبغيو ما كي يعني ما كي ماشي ضروري تبدلي بجديد. تلميطة طويلة تطلم 3 متر، فيها 3 متر ما فيهمش لاستيك، مطلوقين ما مخيطين ما والو، غير مطلوقين 3 متر. تلميطة فيها 2.80 متر، تلميطة طويلة كتلمط 2 سدادر فيها 4.80 متر، تلميطة 2.5 متر و16 الخدية و3 المساند. أخواتي الكريمات، لأننا فاش كنت كنصور عاد جبدنا مسند واحد، هذا المسند هذا لاحظوا راه جاي الزواقه ديالو بحال الخديه، هذا المسند ما غنعطيه لكمش، لان كاينين 3 المساند فيهم غير الوريضات في الزواقه ديال الطلميطه، فيهم غير 3 المساند، هذا المسند هذا زايد ما غنعطيه لكمش لان كاين غير واحد، واللي بغات نعطيه لها نعطيه لها، لان فيه واحد هكا خصو يتخيط من واحد البليصه، هذاك اصلا غير زايد ما حاسبهاش. يعني فاش حنا جبدنا المجموعه، حنا كنجبدوا غير الطلميطه وجوج خديات باش كنصوروا الشانتيو. المهم اللي بغات نزيد هاد الخديه نعطيها لها، وانما بالنسبه للمسندات الاخرين في الاصل راه فيهم غير هاد بحال الطلميطه هاك بحال هكا المسند، في غير وريضات هاك مرشوشين ومطرقين بالماكينه. هاد طلانت الثمن ديالهم 1200 درهم، 24000 ريال. اللي بغاهم يدوس عندي الواتساب 0641 67 33 95. دائما مع التشكيله ديال البروكار الجديد، هادي 5.5 متر و60 و6 الخطيات، يعني هادي كتلمط سيجور، اما يعني 3 متر تخليوها بوحدها و2.5 بوحدها، ولا مهم لكم كامل النظر على حساب شحال عندكم في السدادر، كيلبسوا 2 سدادر ديال السيجور، 6 كبير و6 صغار. هادو الثمن ديالهم 800 درهم، اللي بغاهم مرحبا. 16000 ريال الجديد بثمن المستعمل، البروكار الذوق الرفيع، الناس اللي عندهم سيجور صغير فيه 2 سدادر، ها هو البروكار للسيجور. الأغلبية الساحقة كيطلبوا لي البروكار للسيجور. شو ما شاء الله، شو كي داير ما شاء الله، بروكار مرصع بالصقلي، خدية مختلفة على الطلميطة، فيه الدوغي والباج مغلوق. شو ما شاء الله اللوينات اللي فيه، شو تشكيلة زوينة. يمكن لكم تزيدوا اللي شاطلو التوب ولا شي حاجة، زيدوا المينيات. قلنا الثمن ديالهم 800 درهم، 16000 ريال. كما الأغلبية موصيني 2 خوامي الذوق رفيع، فيهم التكرير ديال العقيق، فيهم دوبياس جديد، دائما الخوامي في الجديد عاد مفصلين مخيطين، 2 خوامي ما شاء الله متشابهين. الناس اللي طالبين لي الخوامي بزاف، أغلبية الساحقة طالبين لي الخوامي، كيجيو روعة نتوما. الشبكة الفوقية، الشبكة رقيقة من التحت، ما شاء الله زوينين رائعين، فيهم تكرير العقيق. 2.5 متر على 2.5 متر تقريبا. هادو وقيلة 3 متر، 3 متر هادو على 2، المهم 2 متر وعلينو 3 متر.
هادو الثمن ديالهم الوحده 600 درهم الوحده، 12000 ريال الوحده. هادو طلانط دائما مع الفوطه، ما شاء الله فيهم واحد الجميه رائعه في تيجي في التفريشه، كيحمقوا هادو ما شاء الله. هادو ما شاء الله بزاف الناس كيطلبوا لي هاد اللون وكيتمشى لي هاد اللون بزاف ما شاء الله. 7.5 متر يعني قياس 3 السدادر تاع 2 متر السيجور، يعني فصلهم كيما بغيتي ما مفصلينش. 7.5 متر على 2 أونص 2 أونص 2 أونص و 12 الخدية، هادو الثمن ديالهم 850 درهم، 17000 ريال ما شاء الله. خصكم تشوفوا كي دايرين ورا الظهر ديالهم، راه الظهر ديالهم اظن واقيلا اللي ما صورتوش الظهر ديال الطلميطه، راه كنقول لكم تفرشوا حتى في الظهر، اش كيعطي واحد البريون واحد الجماليه غزاله فاش كتشعلوا عليه الضوء في الضواو. ها الظهر هو اللي واقف في الجنب، الا الطلميطه ما مفصلاش كنضطروا نفصلوا غير واحد الجزء، اش كيعطي واحد البريون غزاله. هاد الفيديو فيه تشكيله، مازال تابعوا معايا الاخر، مازال انواع ديال الطلامط رائعين، اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب. مرحبا. كما كتلاحظوا تشكيله رائعه ديال البروكار المحفر المطروز، لان الاغلبيه الساحقه طلبوا مني البروكار. سمحوا لي في هذا الفيديو راني جبت واحد الطلامط الخريب، وانما مع ما كاين قليل الخريب راني واحد الكليانه كانت ديجا مصياني من المره اللي فاتت، سبقاتها اليوم واحد الكليانه اخرى، وعتها باش غنجيب لها الخريب، انا جبته لانه قليل ما شاء الله. شوف كله محفر مطروز محفر، هذا هو البروكار الاصلي الحر، شوفو كي داير كله محفر ومطروز، في واحد الجماليه رائعه، لوينات باردين، مارون مغلوق فيه المارون، فيه بيستاش بارد، ماشي بيستاش هذاك بحال الدوغي بارد، فيه شيبي بارد، فيه الباج، المهم لوينات رائعه، يعني ما مجلخاش بزاف هاد اللوان، هاد يعني ما متداوليش بزاف هاد اللوان، الناس اللي كيعشقوا اللوينات باردين. الذوق الرفيع 15 متر 14 الخدية ديال 90 هادو، و 4 المخاد كبار ديال 90، هادو الثمن ديالهم 2200 درهم، 44000 ريال. هذه خامية وحدة كبيرة تقريبا 4 متر، 4 متر على 2.5 في العلو، تكرير في هذا العقيق ما شاء الله، كلها الفوقية ديالها كلها مطرزة مطروزة الشبكة، والتحتية فيها شبكة رقيقة، شو ما شاء الله كلها مطروزة، فيها واحد الجماليه غزال. الباج مغلوق، فيها الباج مغلوق في ديك الزواقات، انتم شوفوا معايا، والتحتيه شبكه رقيقه، كل ما ضرب فيهم الضوء كيعطي واحد الجماليه، تكرير العقيق شو ما شاء الله، دو بياس. هذا التريش ديالو التحتاني، يعني التحتاني دريضة، الثمن ديالهم 1000 درهم، 20000 ريال اللي بغاه. مرحبا. الناس اللي مصيني على الحوف المستعملين، هادو 4 د الحوف، 4 د الحوف متقادين في الموف، في الموبرا، يعني خصهم غير شي تصبين، راكم عارفين المستعمل دائما خصو يتصبن.
جوج متر جوج متر جوج متر جوج متر، كلهم انت جوج متر. الحوف جوج متر في كل وحدة، أربعة ديال جوج متر، الثمن ديالهم 650 درهم، 13000 ريال. اللي بغاهم مرحبا، راني قليل فاش كنجيب لي الحوف الا لقيت شي هميزه. مرحبا بكم، اللي بغاهم مرحبا. طلمت مبرة، هذه باتشوا روميا جالاكسي، جالاكسي هي فيهم الرخامه بحال الرخام كيبري. هذو كيقولوا لها باتشوا جالاكسي، اغلبيه كنجيب لكم في الجالاكسي دارات صغار. هذه دارة كبيرة 15 متر و 18 خدية، 15 متر و 18 خدية. الناس اللي بغاو يخرجوا منهم يعني يزيدوهم المبرة في الجناب ويردوهم ديال 90، يمكن لكم مازال يعني يمكن لكم تردوهم كيما حبيتوا، تخرجوا منهم الحوف في الزواقة. اللي بغات تحيد يعني يفتقوا الخدادي، اللي عندهم صالون صغير بغاو يفتقوا الخدادي ويردوه الحوف، يمكن لكم. انا غير كنعطيكم وجهة نظر، يمكن لكم ما شاء الله تزيدوا الجمالية. 15 متر و 18 خدية، هادو الثمن ديالهم 1450 درهم، 29000 ريال. هادي باتشوا روميا ماشي جالاكسي، باتشوا روميا لوينات واعرين، جوج ونص و 7 متر ونص، مجموع 10 متر و 12 خدية، 10 متر و 12 خدية، جوج ونص مفصلة و 7 متر ونص يعني بوحدها، كل حاجة بوحدها جديد الجديد. الثمن ديالهم 850 درهم، 17000 ريال. الجديد بثمن المستعمل. هادو طلامط فيهم التفطة والفوطة والجناب فيهم المبرة باتشوا بالسفيفة، المبرة رومية بالسفيفة في الجناب، وإنما هذه التفطة والظهر ديالها كله مبرة، والظهر هو اللي كتشوفوا دابا تحت في الميطة. هذا راه كري مغلوق وإنما كيعطي الجمالية، مرة كيبان لكم كحل مرة كيبان لكم كري، لأنه كيعطي واحد البريون فاش كتضرب فيه الضوء، ديك الوريقات في الكري كيبانوا بحال لاغجونطي، كيعطيو يعني واحد البريو غزال في الضو. 15 متر و 18 خديه، قياس ستاندر، قياس هاد القياس هذا قلت لكم راه كيجي لجميع انواع قياس الصالونات، يمكن لكم تخرجوا به اللي بغيتوا. هذاك الظهر اللي كتشوفوا في الميطه وهذا الوجه، الخدادي كلهم هكا 18 خديه بحال هكا. شو ما شاء الله ديك الدويبرات اللي كتشوفوا راه فوطه، كلهم فوطه والظهر ديالهم غزال. هادو الثمن ديالهم 1800 درهم، 36000 ريال. ست سدادر كيلمطو، أربعة طلامط لاشوني مستعملين بحالة جيدة، تلبسوا جوج متر جوج متر جوج متر جوج متر، أربعة ديال جوج متر وتسعود الخديات، والطلامط راه ما فيهم جوج وجوه دوفاس. لاحظوا الخدية اللي على اليمن راني قلبة لكم الظهر، والطلميطة ديالها راني دايرة لكم الطلميطة في الظهر. تلبسوا جوج متر، هانتوما غنوريهم لكم للناس اللي بغاو يبدلوا، اللي عندهم ربعة سدادر مش مفروقين، كل وحده بوحدها، كل سداري فيه لاستيك ديالو بوحدو. اللي بغاو هذا لاحظوا الظهر الطلميطه راه مبيض، ها هو الظهر الخديه، وهنا غنوريكم عاود الظهر ديال الطلميطه. وما شاء الله راكم فاهمين يعني نتوما راسكم فاش غتقلبوا الطلميطه غتشوفوا غير الشكل كي كيجي. هانتوما هذا الظهر وهذا الوجه، يعني فيهم دوفاس جوج وجوه. بالنسبه ما شاء الله اللي ما عندوش الوليدات الصغار اللي يوسخوا له، راه الطلامط جد مناسبين، يمكن لكم ديرهم على الجهه المغلوقه المفتوحه. هادو الثمن ديالهم 650 درهم.
طلامت مبرة رومية ما شاء الله، فيهم واحد الجمالية رائعة، والزوقة ديال طلامت فيزاتشي، شوف التشكيلة ديال الزوقة طلامت، فيهم لو بوغدو في الجناب، الوينات ما شاء الله كيحمقوا شاكر راسهم. 10 متر ما فصلاش، و12 خطية مخيطة. ديك الساعة فصلي في قياس سداد، أغلبية الناس كيقولك جيب لنا الطلامط ما فصلينش، لأن ما كيلقاوش القياسات ديالهم ستاندر. هادو الثمن ديالهم 900 درهم، 18000 ريال. اللي بغاهم مرحبا، دوز عندي الواتساب. شوف ما شاء الله الجديد بثمن المستعمل، الجديد بثمن المستعمل كيلمطو إما 4 سدادر جوج متر ولا 3 سدادر كبار، القياس اللي حبيتي. واخا الا مطولك غير جوج سدادر طوال، اللي عندهم جوج سدادر كبار، كانوا عندك 3 سدادر كبار، كانوا عندك جوج اربعه سدادر جوج متر، مهم كيلمطو السدادر اللي بغيتي. طلمت البروكار ما شاء الله، هذا البروكار هذا فيه واحد الجماليه خاصه، والناس اللي مفرشينو راه ما شاء الله داو مني في الشيبي، وداو مني فيهم لو بوغدو، وداو مني انواع ديال هاد البروكار. كاينه 5 متر و10 متر، المجموع 15 متر، 14 الخديه نتاع 70 اللي في القنص اللي في اليمن، واربعه كبار نتاع 90 مصوبين بالسفيفه. هادوك الجناب اللي فيهم في الفودان الغوزانديان، الفودان الثمن ديالهم 2200 درهم، 44000 ريال. هميزات طلامط جداد رخاص، غتلقاو طلامط رخاص بثمن المستعمل.